مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من برنامج في الصميم، التي نستضيف فيها نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الأستاذ محمد محمود ولمات. سيد الرئيس، كنتم تتحدثون عن مبدأ المشاركة والمناورة طيب والتكتيك في هذا الموضوع، لكن قبل أن تكملوا أريد أن أضيف لكم له سؤال يعني أو جزئية متعلقة. هناك البعض يقول أنه في التكتل تتسع خياراتكم السياسية لمباركة الانقلاب العسكري، لكنها تضيق عن المشاركة في انتخابات نظمها العسكر. يعني ما هذا الفقه على كل حال السياسي؟ أتابع حديثي عن المبدأ هو المشاركة في انتخابات، هذا مبدأ، والمبدأ هو الأصل، لكن قد تقع عوارض تجعل الانتخابات لا يمكن المشاركة فيها كما وقع في هذه الحالة. ومطالبتنا بتوفير شروط معروفة ومسطرة ولديكم في العرائض نشترطها للمشاركة في أي انتخابات، سواء انتخابات الماضية وسواء انتخابات القادمة. هذا هو ما زلنا عليه حتى هذه اللحظة، والمنسقية ما زالت معنا عليه، وستجري تشاور في توسيع ساحتها كما أشار الأخ اتجاه الأحزاب السياسية واتجاه النقابات واتجاه المجتمع المدني واتجاه كل من هو حريص على مصلحة موريتانيا، وكل من حريص على أن لا تجرى انتخابات رئاسية إلا وانتخابات تتوفر فيها الشروط، على عكس ما جراه في الانتخابات الماضية. هذا 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 هو هو وضعنا الآن. أما فيما يتعلق بقضية مباركة الانقلابات، هذا أنا قلته أكثر من مرة، نختير نقوله وتسمعوا الناس وتسمعوه أنتم. الانقلابات ساعتنا اللي تكتل خلق وسابق اتحاد القوى الديمقراطية أحد جديد، يعطوا خلقوا منها انقلابين، انقلاب 2005. انقلاب 2005 المجتمع السياسي كامل في موريتانيا قبل هذا الانقلاب اللي خلق شريطته ان يتم تنفيذ الاتفاق اللي وقع عليه في بريكسل، اللي مشاركه فيه العالم كامل كيف تعرف، واللي نقضوا ذاك الاتفاق، نقضوا المجلس العسكري، نقضوا باش يعني من ضمن الاتفاق، اسمح لي، من ضمن الاتفاق، يعني هذه قضيه جزء من التاريخ، ونحن الحقيقه لدينا اشكالات الان في الواقع نريد ان نتجاوز حولها. جايه الذي يطرح اشكال ليس موقف من 2005، يطرح اشكال وموضوع 2008. جايه هذا الانقلاب، هذا الشرط أن العسكر لا يرشح ولا يترشح ولا يرشح، نقض المجلس العسكري بترشيحه لمرشح، وهذا شهد عليه المجلس العسكري والقائمة في المجلس العسكري الآن يقولوا. طبعا كانت تكتل يومها قريبا أيضا من المجلس العسكري، إذن هذا هو موقفنا، كان يعتبر نفسه هو ربما الخيار المهيئ هذا هو موقفنا من لتسلم السلطة من المجلس العسكري. هذا هو موقفنا من 2005، موقفنا من 2005 هذا هو. جاءت الانتخابات اللي بحد ذاته تعتبر إخلال بالاتفاق اللي وقع عليه في بريكسل، وجابت مرشح جايبينه العسكر. احنا نادينا في اول لحظه عن هذا خسر وعن اتفاق العدل. اسمح لي، انا جاي يعني 2008 من اجل الدقه، 2005 المرشح حزب التكتل والمرشح يعني نحكي بشكل صريح الرئيس احمد ولدادة والرئيس محمد الشيخ عبد الله كان ربما في سباق على من يكون منهما مرشح العسكر، فكان الحقيقه كان ليس كان مهمة ليس مهمة كانوا كان التكتل يقدم نفسه انه هو مرشح المجلس العسكري للعداله الديمقراطيه، وكان الرئيس سيدي محمد الشيخ عبد الله ايضا يقدم نفسه. ليس مهمة، لكن دعنا نتجاوز عن هذه. ليس المهمة كان يتردد وانا ذاك في وسائل الاعلام، وليس المهمة كان يتردد، المهم الواقع الذي اثبت التاريخ واثبت الواقع. الان الواقع يقول من رشحه العسكر، احمد ولد الله الشيخ عبد الله، كان في العسكر، جاء به العسكر الشيخ عبد الله، لو اردنا ان نحكي هذا بشهاده العسكر، لو اردنا ان نحكي بشهاده الجميع وبشهاده السياسيين سيدي الشيخ عبد الله، مع احترامي التام له، لو اردنا ان نحكي في التاريخ، مع تقديري التام له ومع تقديري التام لمن التفوا حوله في مشروعه السياسي، احترمهم جميعا، لكن هم يعرفون وهو يعرف والعسكر يعرف بانه جابوا العسكر. هذا الان اصبح جزء من التاريخ، لكن المعروف تاريخيا انه كان رئيس المجلس العسكري للعداله الديمقراطيه العقيد الوي محمد فاني، هذا كله من الشائعات، كان يوجه لصالح الرئيس احمد ولدادة، وكان رئيس الحرس قائد الحرس الرئاسي العقيد محمد عبد العزيز يوجه لسيدي محمد الشيخ عبد الله. الفرق بين ما كان يقال ويتداول من كلام وبين ما هو واقع، واثبت الواقع انه واقع. جيد، نتجاوز انا ذكرت، اسمح لي، انا ذكرت هذه الجزئيه لكي اقول بان انتخابات 2007 اخلال في حد ذاتها، اخلال بالشرط، اسمح لي، اخلال بالشرط الذي وضعه التكتل، ونتكلم عن التكتل في بريكسل، على أن لا يرشح العسكر، وهذا الإخلال نادى التكتل في أول لحظة بأن المجلس العسكري أخل
بالاتفاق واخل بالشرط الذي وضعه تكتو وضعته مع القوى السياسيه وجاء بمرشح وللنا ننادي بهذه. برغم ذلك قبلنا بالانتخابات وقبلنا بسيد الشيخ عبد الله رئيس الجمهوريه، لكن بقيت الازمه وقلنا في اكثر من مره يعني سيدي الرئيس اسمح لي انا شايل 8 شايل 2008 لا نحن ليس لدينا وقت سيدنا وقت طرحت قضيه مباركه التكتل للانقلابات ورفض المشاركات. خليني نوضح لك الامر طيب بشكل موجز بشكل موجز. اذا ولينا النادو عن هذه الانتخابات اللي خلقت 2007 عنها اخلال بالاتفاق، وبان لابد من تصحيحها، لابد من تصحيح الوضع، لابد من مجلس عسكري كل حد يعرف تصحيح، يعني لابد من حركه تصحيحيه. حاليني جايك مجلس العسكري كل حد يعرف عنه تم حاكم، كل حد يعرف عن الصنادره ما قطوا حركوا عن الحكم وتموا حاكمين ونزلوا الورق حاكمين من 2005 رغم ذلك بعد من 78 هم حاكمين. اذا ما تغير شيء شنو احنا مشكلتنا وهذا تعرفوه انتم وتشاهد عليه ان من 92 التكتل القوى الديمقراطيه ومن سبق اتحاد القوى الديمقراطيه عهد جديد عن مشروعنا وهو التخلص الشأن الموريتاني السياسي من العسكر من المؤسسة العسكرية، إبعاد المؤسسة العسكرية عن المعترك. سيد الرئيس ما تخلق حتى الآن اسمح لي سيد الرئيس عفوا وزن اللوكدول وزن النبشول من يخلق انقلاب 2008 احنا اللي قلنا وموجود عندنا مسطر مسجل يا غير للأسف الشديد كل حد قبل منه ذاك اللي دور جبهة الدفاع عن الديمقراطية قبل منه ذاك اللي تبغي والنظام عبد العزيز قبل منه ذاك اللي يبغي والتكتل هذا الاعتراف به منبركم ذا عنه كان ضعيف اعلاميا قبل منه ذاك اللي يبغي تكتل لكن سيد رايس كان ضعيف اعلاميا عن يوصل اسمح لي لكن تاريخيا عن يوصل الخطاب كما كان تكتل. احنا اللي قلنا اسمح لي انا هو اللي قريت البيان اول تصريح تعليق سيد رايس على الانقلاب وقلت عن المدين الانقلابات مبدئيا زيد وراك اسمح لي حني نكمل لا نحن بدنا نوضحوا هذا انا قلت عايز نوضحوا اياك الناس تسمعوا ترجع احنا لدينا العديد من القضايا الحقيقه خليني كلمه واحده لو اردنا لانه هذا فيه الكثير من التفاصيل لانه التكتل كان جزءا من التحضير حتى ربما للانقلاب كما يقول البعض العلاقه كانت موجوده بين التكتل وقول البعض والذين قاموا بالانقلاب والتكتل كان جزءا من الحكومه التي تلت الانقلاب هذا اتهام فيما يقول البعض ما عندنا الوقت في جواب في الرد عليه كامل جيد غير اللي رد عليه منه اللي ثرت طيب ما يتعلق بمباركة من يتخطاه خلاص احنا اللي قلنا بدنا لابد ان نتخطاه وكان نصر البقية خليني نتخطاه مما خلاص خلاص نتخطاه خليني نقول له يقول لك نتخطاه تمام. قلت عنا اول كلمه قال على شاشه قناه الجزيره ان عن ندين الانقلابات بعد ذلك صرح الرئيس احمد بان اذا كان اسمح لي اسمع صنت لي جيدا اذا كان هذا اللي خلق الغرض منه تصحيح الاوضاع اللي خلقت وتصحيح الغلط اللي عدل المجلس العسكري بترشيحه وترشحه وجاب الرئيس هذا نقدر نعتبره تصحيح. اما اذا كان الغرض منه انقلاب والهيمنه على السلطه والبقاء في السلطه فهذا انقلاب ولا نقابلينه وكان واقعنا ايضا عمل طيب خلاص هذا هو اللي قلنا لا اعتقد ان هذه نفس الكلمات اللي قالها الرئيس حينها لكن على كل حال الاعلام كان منقسم نحن الان بين جبهه نحن الان وبين النظام وكلهم يبغون ذاك اللي يبغي بهم اللي في ذاك الوقت كلهم يخدموا على عودة تكتل مساندة الانقلاب. لا القضية المجلس العسكري سنتجاوز سنتجاوز يخدموا على عودة المجلس على عودة تكتل مساندو والجبهة يخدمها على التكتل اللي ما كان معها وهيك اللي خلق الساعة سيد الرئيس نظام انقسم سيد الرئيس سنتجاوز هذه النقطة لكن لابد أن نقول إنه المعطيات التي كانت متداولة حينها إنه كان التكتل جزءا من التحضير للانقلاب وأن الحكومة التي شكلت بعد الانقلاب نصفها على الأقل هذا الذي متداول في وسائل الإعلام طردناهم لكنهم كانوا جزء من طيب. اجل اسباق دعنا نتجاوز من انتخابات 2007 الى انتخابات 2014 انا كي تخلي الكره مرمى يعني ما في يملك انا هو اخر حد يتكلم لسنا في مباراه لا وغيت خلينا الباقي نتكلم وتخطاه ولا ما دام تدير ولا يتم لا نتكلم انتم في مباراه الان مع عبد العزيز في الانتخابات اسمح لي انا هو اللي كنت نقود التشاور مع محمد عبد العزيز من عدل الانقلاب انا شخصيا قبل الانقلاب ام بعده منين عدل الانقلاب جلست معه عده مرات ندور نقول له هل جلست معه قبل الانقلاب ام لا ابدا هل جلس معه بعض قيادات نحن لا نحكي للتاريخ على فكره لا ابدا لا علمي لي انا منين عدل الانقلاب انا جلست معه ندور نقول له عن موقف التكتل عنه لا يقبل اطلاقا ببقاء المؤسسه العسكريه في السلطه
وعنه يفرض انتخابات في ظرف اقل شيء 45 يوم، اكثر شيء 45 يوم، وعن لا يترشح حالها عسكري، وعنه لا يرشح نفسه ولا يرشح احد، وعاد الانتخابات شفافه ونزيهه، منين ما يقبلها عد الوزراء إذن فعلا متكتب من اجل اللجوء يدور الشرعيه على مشروعه، اطردهم يعني التكتل. حصل عليهم هكذا فقط اطردهم التكتل، اطردهم التكتل، غيرهم من اي حد. ربما سنجد وقتا للحديث، ربما نجد وقتا للحديث في التاريخ. سنذهب الى فاصل، سنذهب الى وجهه نظر احد الزملاء وهو عبد الله ولد فاعل مختار الاعلامي في مؤسسه صحراء ميديا، وجهة نظره حول ربما أفق أيضا الموقف السياسي لحزب تكتل عساه يخرجنا من أزمة 2007 وما بعدها. نرى وجهة نظر الزميل عبد الله ولد فاعل مختار. أولا حسب اعتقادي أن تكتل القوى الديمقراطية أنه وحزب المعارضة الرئيس كان ولا يزال يحتل هذه الصفة، أعتقد أنه كان مجبراً على مقاطعة الانتخابات الماضية نظراً لما قدمه من مبررات، أعتقد أنها كانت بالجملة مقنعة للحزب ولقواعده. فعلاً لم يكن الحزب يتوقع مشاركة فصيل قوي من أحزاب المنسقية المعارضة من التواصل في هذه الانتخابات، خاصة أنه قطع أشواطاً كبيرة في مع الجماعة في خيار المقاطعة. لكن أعتقد أنه أيضا مقاطعة الانتخابات قد تكون مهمة لتكتل القوى الديمقراطية للمرشح الرئاسي القوي أحمد الددة، خاصة أنه سيدخل إن قبل مشاركة بالرئاسيات القادمة سيكون في حل من مشاكل وتبعات انتخابات بلدية ونيابية، خاصة أنها كي نقول قد كانت مشينا صناعي وحدين، كانت مقلب عليه وحدين، حتى قاع في إطار صراعات محلية اللي تخرج بين الناس يقدعوا كان عنده مرجح مازن معا. لكن حاليا يقسم إذا قاعد قايس انتخابات رئاسية يقيسها وهو ما عنده مشكلة لا مع القوى السياسية تدعم مسلم ولا مع القوى التقليدية اللي ما حكن حاسها في الانتخابات البلدية والنيابية. سيد الرئيس، لو أردنا أن ربما نترجم ما قاله الزميل عبد الله إلى لغة عربية ولغة أيضا سياسية أكثر، لأنه حكاها بلغة قد تعود فيه شوي بعض المواربة، هناك من يقول أنه الحزب التكتل ليس معنيا بالانتخابات البلدية والتشريعية، اهتمامه في غالبه هو اهتمام رئاسي، لذلك قطع الانتخابات البلدية والتشريعية حتى لا تكون سبب إشكالات اجتماعية وسياسية له، وهذا ربما يكون جزء من التحضير للانتخابات الرئاسية. سؤالي، هل ترجحون الآن أن الحزب سيشارك؟ وفي حال كان سيشارك، هل سيرشح الرئيس أحمد الددة؟ من ممكن أن يرشح الحزب شخصية أخرى غير الرئيس أحمد؟ ولهل الحديث ما هو مبارك، ما قايله عبد الله المختار مبارك، يقول الناس دائما على التكتل وأحمد الددة يدوروا للرئاسة والغيرها ما يدوروا، هذا ياسرين قال. غير إحنا ما مجلجنا عن العضو دور الرئاسة، احنا دور الرئاسة بقى وأحمد الددة دور الرئاسة، اللي حزم ما يدور الرئاسة يعطون حل، وزعيم كيف أحمد الددة ما عنده طموح ما حل، يعني مرة واحدة حزب هو قد يعود دور لا خدمة بلدية ولا دور برلمان ولا دور حزب، أي حزب سياسي لا بد يعود دور عنده برنامج محترم، يعود عنده حزب سياسي، يعود برنامج سياسي يدور يطبقه على الشعب الموريتاني، ياك يستفاد من الشعب الموريتاني بس بحاله يطبقه هو قاعد في سانكيا ولا في زيم ولا هذا هو الأحزاب السياسية. على كل حال أنا الأحزاب قاعد ما نتكلم عنها، نتكلم عن التكتل، عن عنده برنامج سياسي طموح للشعب الموريتاني يهدف إلى تطبيقه من خلال رئاسة الجمهورية. هذا كان لديه برنامج محلي في إحدى المقاطعات من 92 والعلم وفي النعمة وفي مكان، ولعلمكم من 92 احنا في حاملة إلى اليوم، عندنا تراكمات من الحاملة، الناس تجي يامس وتقول قط قط قط، عندها 15 يوم تعرف بروسها وتعرف برامجها وتعرف نضالها، احنا عندنا من 92 احنا في حاملة وتراكمات نضالية وتقديم مشاريع وفي نضال ضد في الانتخابات موريتاني حتى الانتخابات الان. وبالتالي درايس بقيت معنا دقائق قليله ولدينا الكثير من الاسئله. طموحنا لنفترض انا جاي سؤاله طموحنا لنفترض الان قلتم انه هنالك اتجاه لديكم في التكتل ولدى المنسقيه
لإيجاد إطار جديد للمعارضة. غلطت السؤال ترى عبد الله ترجمته ما خليتني أجاوب. لا أعتقد أنكم أجبتموه كيف قلت وما سؤال جديد دائما تبارك الله ترى الوقت اللي جاب عليه. الدور السوير في حالة تعات المعارضة تتجه لمرشح موحد هل يمكن للتكتل أن يقبل مبدأ النقاش حول مرشح موحد أم إنه إلزاما لابد أن يكون هذا المرشح من التكتل وأن يكون الرئيس أحمد الدادة؟ شوف ما سيقول إليه المؤتمر وما ستقول إليه الاتصالات مع بين المنسقية هذا ما يمكن نتكلموا فيه يعني ما نعرف شنو ما نعرف الاتصالات شنو اللي تقولوا شنو. إحنا الهدف اللي عندنا هو فرض انتخابات شفافة كما كان عندنا في الانتخابات التشريعية والبلدية. انتخابات التشريعية والبلدية وفرضنا على المنسقية تقاطع باستثناء تواصل وقاطعت باستثناء تواصل وفرضنا برنامج وفرضنا حراك سياسي وفرضنا خطاب الرأي العام. هذا اللي نفرضوه ذلك راجين عنه يطيح من النظام الشروط اللي ندوب مستعدين وحنيني. هل أنتم مستعدون لمبدأ نقاش؟ حنوفي كلمتي راجين عنه يطيح من النظام سؤالي الشروط هل أنتم مستعدون والمعايير اللي ندور والمشاركة ورذاك اللي نناقشه نحن والمنسقية نحن والطيف السياسي هل إلا توفرت الشروط لا ينعدوا مرشح واحد ولا نعدوا مويت مرشح ولا نرشحوا من خارج المنسق ولا من داخل. إذا سيد الرئيس هذا ما تناقشنا ولا بقيت معنا أربع دقائق للآن بقيت معنا أربع دقائق سيد الرئيس ولدينا الحقيقة العدد كبير من الأسئلة وصلنا عن طريق مشاهدين يتابعون البرنامج عن طريق يعني يتابعونه وبعثوا لنا أسئلة عن طريق الفيسبوك. سنحاول أن نأخذ أكبر عدد من الأسئلة يعني يتطلب الأمر إجابات مختصرة في الوقت. لدينا الآن المشاهد مرتضى السالم الله يبارك السالم يقول هل يحدد النظام الداخلي لحزب التكتل مأمورية قيادة الحزب؟ يعني هل هنالك عدد محدد من المأموريات لدى التكتل لرئاسته ولطاقمه الرئاسي عموما؟ كل سؤال واحد نعم. لا توجد يعني كيف تطالبون الحقيقة يقول البعض هذا سؤال آخر طالبون بتحديد مأمورية الرؤساء الدول وأنتم رئيس الدولة وأنتم لا تحددون مأمورية رئيس الحزب. لا ما هو واحد. أنا قلت هنا سبب أخرى عن حزب التكتل القوى الديمقراطية عن هو الحزب الوحيد اللي قاعد يشهد تناوب على الرئاسة. ما في حزب موريتاني واللي منكم عالم به دول اليوم ما في حزب موريتاني قاعد يشهد تناوب على الرئاسة ما هو التكتل القوى الديمقراطية. عنده رئيس ومشي الرئيس مؤتمر عادي كان تناوبا اضطراريا ام كان تناوبا اختياريا وجاء رئيس اخر على تحال هنالك السؤال بمؤتمر وعاد ورئيس اذا هو الحزب الوحيد اللي تناوب على الرئاسه وما في حزب موريتاني ابدا حتى الان. سعدنا والمصطفى يسال لماذا يرى التكتل والتكتليون انفسهم هم المعارضه والباقي ليس حشو لم يقدم ليس سوى حشو ربما يريد ان يقول لم يقدم الجميع تضحيات الجسام أكثر مما قدم التكتل. لماذا تحدث التكتليون عن الديمقراطية وضرورة تطبيقها وفي نفس الوقت يؤسسون أو يقبلون حالة غير ديمقراطية ويعني لا يطبقون الديمقراطية داخليا؟ لكل حال إحنا العكس تماما. إحنا كل رجاج ظهرنا عنه مهم وهذا واضح من خلال دورنا داخل المنسقية. أحزابها مهمة كاملة وتخدم الوطن كامل ولا خالق رجاج ما خير من قرعة الديمقراطية والموريتاني ونحترم الجميع لكن ما نحكم على آراء الشعب الموريتاني ولا على الرأي العام ولا نحكم أيضا على القدر اللي شاء أن يكون شوكة النضال عدد شوكة النضال وتراكمات النضالية ومنعات نصب على اتجاه معين. عمر الصغير يقول ما هو سر غياب محمد محمود ولا مات عن الإعلام منذ انقلاب 2008؟ يعني هل ما هو متابع قاعد الإعلام هذا من فرصة بعد نتكلم رأيني في الإعلام وأي فرصة لا عنده فرصة يتفضل لا عيط لي على فرصة شو كاني ما جيت. محمد الفال والسيد أحمد في حالة ماذا قرر التكتل المشاركة في الرئاسيات هل سيترشح أحمد الدادة أم ستكون المشاركة بوجوه جديدة وهل ترون أنه من الممارسة الديمقراطية السليمة أن تكون رئاسة الحزب دائما؟ إذن هل حسم الحزب مرشحا للانتخابات؟ احنا ما تنشدنا اخبار قاعد في حال كان سيترشح قلنا على ما تنشدنا اخبار هذا وبالتالي شد اخبار من طرش العرب امام الحصان. احنا ما زلنا نلوذ الشروط اللي يمكن خلالها يمكن القوة السياسية المعارضة اللي تقودها المنسقية عنها تقدر تشارك في الانتخابات وراك نشوفه منها. مين الحبيب الله ما هو موقف الحزب من ارتفاع الجنون للاسعار وفقدان الامن في الوطن وهل صحيح أن هناك إمكانية لتوحيد مرشح للمعارضة في مهزلة عزيز وبرام القادمة؟ يعني لعله يشير إلى أنه
يعني السؤال الثاني، الجزء الثاني من السؤال جاوبته، غير موقف الحزب من الارتفاع الجنوني، وراني منبه الرأي العام عن الارتفاع الجنوني في 15 نوفمبر، في 15 فبراير هذا لا يشهد الاسعار ارتفاع جنوني حق به لا تزداد الضريبه الجمركيه على جميع المواد وخاصه المواد الاساسيه الغذائيه والالبان لا تزداد بقيمه 100% 150%، وبالتالي هذا تحدي على اخوتنا الجدد في الجمعيه الوطنيه عنهم ينقصوا من جمركه على الالبان وعلى البوت على المواد الغذائيه الاخرى اللي من زاده 150% ولا يتطبق في 15 على السيارات وعلى الصابون وعلى 15 فبراير. هذه امام تحدي نهايتي وقتي هذه الحلقه من برنامج في الصميم. في نهايتها نشكر الرئيس محمد محمود ولمات نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطيه، كما نشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة من برنامج في الصميم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.